يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، وتحية مرة أخرى ببرنامجكم الرياضي اليومي على القناة الرياضية قانون اللعبة. في الجزء الأول الحلقة السابقة الخاصة في لعبة التنس الأرضي سولفنا عن أهم حساب عربي يتواجد فيه شابين يمثلون دولة الكويت فيه، كل ما يخص كرة التنس أو خلينا نقول الكرة الصفراء أو ما يسمى قبلها الكرة البيضاء. في هذا الحساب تجدون كل ما هو مفيد أو على قولتهم تتعرفون من خلال الحساب عن كرة التنس الأرضي. راح نكمل هذا الجزء أيضا ببقية الأسئلة وتفاصيل أكيد تخص هذه اللعبة مع الكابتن محمد حسين شمس بعد البطاقة التعريفية. رجعنا وياكم من بعد طبعا هذه البطاقه التعريفيه. خلوني ارحب بالكابتن محمد حسين شمس مره اخرى، حياك الله محمد. الله يحييك ويعطيك العافيه. في الجزء الاول شرفنا بجزء يعني كبير خلينا نقول عن ارضيات الملعب ونوعيه خلينا نقول الكره. الحين بروح الى نوعيات المضارب الموجوده، اللاعب شلون يختار المضرب المناسب حقه؟ هل هي كلهم سواسيه ولا من شبك لشبك يختلف؟ المسكات مثلا المضرب تختلف؟ عندك الكلام. والله شوف، اول شيء خلينا نتكلم كذي على السريع على تاريخ المضارب. حلو. بدايه لعبه التنس كانت تلعب بالايد، هذا المضرب الاول. إيه. بعدين بعد فتره لا طلعت عندنا المضارب الخشبيه انتقالا الى مضارب الحديد او الالمنيوم، نهايه الى المضارب الحاليه اللي هي اللي يستعملون فيها الكربون فايبر. جميل. طبعا في اختلافات كثيره بين المضارب. نعم. يعني بالبدايه الواحد اذا يبي يبدا ممكن يبدا باي مضرب، لانه بالبدايه ما راح يعرف يفرق بينهم، لكن مع الممارسه راح يفرق وياك نوع المضرب، راح يفرق وياك الخيوط. حلو. ففي اختلافات كثيره، يعني مثلا عندك راس المضرب حجم الهيد سايز. حلو. هذا راح يفرق الوزن. مو واحد؟ لا مو واحد، يعني ممكن واحد يختار اكبر من واللاعب الثاني اصغر. صحيح. فممكن يعني مثلا حاليا الاحجام اللي موجوده يبدا راس المضرب من مثلا 90 انش، هذا يعتبر حيل صغير، ويوصل الى الى 100، هذا الستاندر، وممكن يوصل الى 110 واكثر حتى. تمام. وفي عندنا وزن المضرب، هذا هم في اختلاف ويعطيك تاثير مختلف بوزن المضرب اذا كان خفيف او ثقيل. هم عندنا وزن المضرب وين مرتكز، اذا كان بالراس او بالقرب المسك. اي فهذا كله يفرق. وعندنا نروح بعدين مثلا على الخيوط، الخيوط في اختلافات كبيره بينها وراح تسوي تاثير كبير. الثخين الضعيف المراد اي حتى انواعها، يعني عندنا في خيوط انا شو هني كنا خشبي، هذا خشبي، انا هذا يعني يعتبر انتيك، انا ما ادري ليش ماسكه الحين، بس كان المفروض امسك المضرب الجديد بس انتيك. حلو، يعني هذا مو شيء اساسي يلعبون فيه. لا هذا المضارب القديمه. هذه المضارب القديمة. هذه المضارب القديمة. القديمة الخشبية. نطلبهم. تطلبون من دول برا. اي. والله حريص كل على قولته حتى على الانتيك. صحيح، يعني احنا نحاول حتى نسوي لنا متحف صغير على قدنا. ممتاز ممتاز جميل. محمد، الاخطاء اللي قاعد تحصل مرات في المباريات، قاعد نشوف في لاعبين مرات حتى بردة فعله مختلفة، يطق المضرب مثلا على الارض، هل هي الحكم يعني يتغاضى عنها ولا لا؟ يقول في شيء او رده فعل ممكن هم اعاتبك عليها او ممكن فيها خصم نقاط. بدايه موضوع مثلا رمي المضرب او الصراخ على الحكم او الجمهور. اول شيء الحكم يكتفي بانذار. حلو. لكن اذا تكررت مثلا نفس الحادثه مره ثانيه يخصم منه نقطه. حلو. اذا تكررت منه مره ثالثه خصم شوط. تمام. اذا كرر مشكله خلاص ينطرد هذا اللاعب برا الملعب. ممتاز. زين، الاصابات، اصابات الملاعب مثلا في وقت معين لراحه اللاعب او علاج اللاعب؟ في حال الاصابات اذا اللاعب حس عنده مشكله ومحتاج اخصائي. نعم. يطلب من الحكم يدخل الاخصائي، والاخصائي يحاول انه يشخص. ايه؟ ومن لحظه تشخيص الاصابه يعطونا 3 دقائق. حلو. للعلاج. تمام. بعد 3 دقائق خلاص ينتهي الوقت ولازم اللاعب يدش داخل الملعب، اذا كمل تمام، ما كمل خلاص لازم ينسحب.
بس غير هالثلاث دقائق من بعد لحظه التشخيص ما في شيء. احنا ما نبي ننسحب، احنا بنوقف شويه مع الساده المشاهدين بهذا التقرير ونطلع نشوف التقرير وردي مع الكابتن محمد حسين شمس. لعبه فرديه وجماعيه ويشارك فيها الصغار والكبار من بريطانيا، انطلقت حتى أصبحت لعبة عالمية ذات قانون، مما جعلها أفضل تطورا وانتشارا بين العالم. كرة التنس الأرضي، ومن جمال هذه اللعبة أنها ذهنية وحركية. وعرفت كرة التنس الأرضي بأنها لعبة الأثرياء في بريطانيا وأمريكا. رجعنا وياكم مشاهدينا من بعد التقرير. محمد، بروح إلى، قلنا احنا عن فترة الراحة اللي هي فترة التشخيص والعلاج، اروح الى ما بين كل مجموعة ومجموعة نشوف يريحون، يمسح شوية بالفوطة، ممكن يغير مضربة تيشيرته اذا معرض فيه، والله يشيله يبدله. كم المدة هذه كلها لما يقعد ويشرب مايه والعصير وبعدها يرجع للمجموعة الثانية؟ بين مجموعة ومجموعة ياخذون دقيقتين، بعدين بين كل شوطين ياخذون راحة دقيقة ونص. حلو. في هالوقت هذا دقيقة ونص ولا دقيقتين اللي هو يغير ويشرب هالأمور هذه، هل بإمكان اللاعب، معني ما أشوف أنا، بس هل بإمكان اللاعب أنه يستشير المدرب أو المدرب يكلمه ويعطي بعض الملاحظات؟ لا، حاليا القانون الحالي ما يسمح للمدرب أنه يوجه أي نصايح حق اللاعب. حلو. إلا في بطولات معينة يكون متواجد المدرب داخل الملعب، لكن بشكل عام غالبية البطولات ما يسمح للمدرب انه يتواجد داخل الملعب او انه يعطي اي نصايح حق اللاعب. جميل. شنو اهم البطولات الخاصة في التنس الارض؟ ما شاء الله نشوف وايد، وكل بطولة عليها مجموعة من النقاط، يعني انا عارف يمكن اربع بطولات رئيسية، بعدها يمكن الماسترز وعليها 1000 نقطة، يعني شغلة من كذي، يعني ما ادري بتفاصيلها، يا ريت تفيدنا انت اكثر. صحيح كلامك، احنا عندنا اربع بطولات كبرى. أيوة. سنويا اللي هما بداية باستراليا، بطولة استراليا مفتوحة للتنس وعليها هذه 2000 نقطة. حلو. بعدها رولان جاروس، بطولة. أيوة. فرنسا. نعم. طبعا استراليا أرضية صلبة، فرنسا. أيوة. أرضية ترابية. طبعا. بعد فرنسا عندنا البطولة الثالثة اللي هي ويمبلدون الأرضية العشبية. ممتاز. نهاية البطولة الرابعة بطولة أمريكا، وهم بطولة أرضيتها صلبة. صلبة. هذه الأربع بطولات. أربع بطولات. الماسترز وهذه كلهم 2000 2000 2000 نقاط. صحيح. حلو. بعدها الماسترز. الماستر عندنا 9 بطولات. أوه. بالسنة. ما شاء الله. 6 منهم أرضية صلبة و3 يلعبون على الأرضية الترابية. الترابية. وكم عدد نقاطهم؟ 1000 نقطة. حلو. وطبعا في بطولة اسمها الاي تي بي كاب أو كاس الماستر. حلو. هذه بنهاية كل موسم ياخذون المصنفين 8 الاوائل ويلعبون بطوله بروحهم. ممتاز والله، هذا حلو. كم اهم عدد هذه اهم نقاطها مو ثابته. يعني هو اذا تاخذ البطوله لك 1000 وكل فوز له عدد نقاط معين داخل البطوله. ممتاز. كابتن محمد حسين شمس، مشكور على تواجدك وعلى شرحك التفصيلي عن كثير من النقاط الخاصه في التنس الارضي. الله يوفقك في هالمهمه الجميله اللي قاعد تسويها عبر حسابك الخاص في التنس الأرضي، وفعلا نتمنى أنك تنشره أكثر وتوعي الناس أكثر بمن فيهم اللاعبين والمدربين والإداريين، لأن أكيد في أشياء تغيب عن الذاكرة أو على قولتهم يبي المستجدات فيها الحديث. شكرا على تواجدك ويانا. يعطيكم العافية وشاكرين لكم هذه الاستضافة، وإن شاء الله كنا مفيدين لكم. على رأسي. أكيد أنت مفيد، وإن شاء الله وفينا وكفينا من خلال تغطيتنا الخاصة في عالم كرة التنس الأرضي مع الكابتن محمد حسين شمس. نلتقي على خير، فأمان الله.